سلام البنات، صحة فطوركم وصحة سهرتكم معانا خارج إطار ريسيتاس اللي ما عرف نديروها. حبيت ندير لكم اليوم بقالات كما وعدتكم المرة اللي فاتت، البقالات اللي هي من عاداتنا وتقاليدنا متاع زمان من إسبانيا وبالذات من فالنسيا. خصصت لكم هذه الوقيتة تاع البقالات برك للترفيهية، لانه كما احنا عارفين رانا في رمضان والكونفينمون، يحتاج بنادم انه يبدل الجولة اكثر. وين نبدا؟ من العام للعام يجي سيد الشهور، شهر الغفران سيدنا رمضان، وبعد الايام تزيان قعدتنا بلمة الحباب على مواد الرحمن. يا حبابنا يا الحاضرين، جيناكم بالبقالات والفن الزين، جيناكم بالكلام معطر بالورد والياسمين، ان شاء الله ديما معانا ملمومين. بسم الله بديت، بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى حباباتي كاملين هاد البقالات نويت. نبدا معاكم مع هاد القعدة الزينة ولا تايله الله. تمنيت لو كان هاد القاعدة جمعتنا كامل كيف كيف، ولكن معليش كل يوم إن شاء الله يروح علينا هاد الوباء، ربي يرفع علينا ونتلمو كيف العادة إن شاء الله. وينو نبدأ؟ بسم الله مع أول بقالة ونخلصو منه. أول بقالة بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى مليكة هاد البقالة نويت. علاش يا لالة التخمام، رحمة ربي واسعة وكبيرة، لكان جات بالكلام نتحتو ونعطو تدبيرة، بصح كل شي بالمكتوب يعيا الخير يبان وتزول عليك الهموم وتروح الحيرة. إن شاء الله يا مليكة ربي يفرج عليك وعلى كامل الأمة الإسلامية يا رب. ثاني بقالة معاكم، بسم الله. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى ميمونة هاد البقالة نويت. لبست لباس جديد وناديت نهار عرسي، من الفرحة لميت قاع حبابي وناسي، هاني جبت اللي يبغيني واللي راح يعلي معايا ساسي. إن شاء الله يا ربي ميمونة، ربي يحفظك إن شاء الله. نزيد معاكم بقالة أخرى، خلط الماه. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى حياة هاد البقالة نويت. روح يا طير وصل سلامي للزينة في ورقة تشينة، قول لها مازالك في القلب ديما، ما شاء الله عليك يا حياة، ما شاء الله مازالك في القلب، ربي يحفظك إن شاء الله. نسيكي معاكم بقالة واحدة أخرى، وين درتها بالأسماوات كما كنت وعدتكم المره اللي فاتت، يعني كنت درت اسماوات وقلت اللي تبقى منهم نديرهم في هذا السهر. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى ايمان هذه البقاله نويت. حطيت راسي شفت منام، حمامه بيضة جات ليا قالت لي يا مولات النية، راني جبت لك خاتم سليمان وحطيت على راس حطيت على راسك تاج السلطان، ما شاء الله عليك يا إيمان، خاتم سليمان وتاج السلطان، ما شاء الله ما شاء الله. نزيد معكم بقالة واحدة أخرى، إن شاء الله برك نكون عند حسن ظنكم، إن شاء الله أنه هذه البقالات وهذه الفكرة تكون نالت إعجابكم. احنا برك درناها في هذا الشهر تاع رمضان. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى صالحة هاد البقالة نويت. دارنا علات وشمس نضوات، والطفلة اللي نحبها راهي جات، وهي للة البنات. الله الله عليك يا صالحة، الله الله، للة البنات ما شاء الله. نزيد معكم، تواصلوا معكم مع البقالات. بسم الله بديت، وعلى النبي صليت، وعلى كوثر هاد البقالة نويت. الدار شعلت
مطفت والدخان على اسمها وعين الشمس تمسك خلال الظلام وراها ومن حب كراني مهبول يا كوثر يا العزيزة السيدة رو مهبول عليك ريحي تزوجي بيه وريحي مسكين أربي حدك سعدي هنا يا نزيد معكم البقالة بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى رزيقة هاد البقالة نويت الورد في الجنان زاهية تسقى بالمطار القاوية بنت الحرمة قيمتها عالية تعيش معايا في العز ومعيشتها هانية ما شاء الله على بقالتك يا رزيقة ربي يحفظك إن شاء الله حبيبتي نزيدوا نتواصلوا معاكم مع بقالة أخرى بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى سوسن هاد البقالة نويت أنت الغالي والغالي يخسلك أنت حلالي ومحال نلقى مثلك أنت الروح والقلب من زمان يولي ملكك وبإذن العالي كل يوم نولي مرتك الله الله عليك يا سوسن الله الله نحيدوا معاكم بقالة وحدكم بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى فاطمة هاد البقالة نويت نسول عليك يا الحبيب وسوى خير من ألف هدية ساعة على ساعة نتفكر زمان ونقول إن شاء الله يعيا ويولي ليا بإذن الله ربي يجي معكم في الخير يا فاطمة نزيد معكم بقالة واحدة أخرى بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى أسماء هذه البقالة نويت اللي بغاني مكساني واللي كرهني ما عراني اللي حبني نضحك ليه بقلبي ماشي بسناني واللي مشى طريق السلامة راه هناني عندك الحق يا أسماء سيدي معاكم بقالة أخرى إن شاء الله عندي الحبابات بزاف والأسماوات بزاف نتمنى أن يكون يعني عند حسن ظنكم زيدوا معاكم البقالة هدية بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى آمينة هذه البقالة نويت بنات هذه البقالة على أسمي جست على هذاك الواد لقيت الماء والول قال لي مبروك عليك إن شاء الله ربي يكمل قلت له العقوبة لك أنت اللي راك مهول قال لي تهولت عليك خطفك هو الأول الله غالب كل حاجة بالمكتوب يا أخوي نروح معاكم بقالة واحدة أخرى بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى نوال هذه البقالة نويت الزواج قسمه مكتوب والحب ما منه مهروب والحلال هو المرغوب والله هو عالم الغيوب وبإذنه تكمل فرحة كل محبوب إن شاء الله يا ربي بقالتك شابة أنا والله الله عليك سيدي معكم بقالة واحدة أخرى ما بقالناش بزاف ونكمله بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى حفيظة هاد البقالة نويت لا لا يا لا لا بيني وبينك جبال انتي قلبي قاس انتي قلبي قاسح وانا قلبي مدبال انتي قلتي لي نسيتك وانا محيتك من بال وانا مازال نبغيك ونخسر عليك المال لا الله يا حفيظة والله مازال في القلب ونخسر عليك المال ما شاء الله عليك ربي يحفظكم ان شاء الله نجيب معكم بقالة أخرى بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى عزيزة هذه البقالة نويت قلبي وقلبك في كاس وسري وسرك واش مالهم الناس نيفي وقدري زجاج إذا تكسر خلاص هذه هي يا عزيزة الله الله عليك ربي يحفظك توحشناك يا أخي سيدي معكم كما قلت لكم مبقاوش بزاف نكملوهم بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى حفصة هذه البقالة نويت جاتني برية حاملة بشارة الخير كي قريتها نزلوا دموع عينيا
وبكيت الفرح يا يمه وتمني لي الهنا وعمارة البيت. إن شاء الله يا حبسة كل يوم تتعمر البيت تاعي بإذن الله، ربي يحبك إن شاء الله. سيدو معاكم قوة الزوج يلا شكو معنا. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى ريما هاد البقالة نويت. يلي القلوب بيك مغرومة اقعدي في بلاستيك واللي تطلبيه يحضر وما عليك اللومة. الله الله يا ريما فكلمة ذاك اختي اقعدي في بلاستيك وهو يجيب لك كلش ما شاء الله ربي يحبك ان شاء الله. معكم اخر بقالة نكملوها على بركة الله. بسم الله بديت وعلى النبي صليت وعلى نورة هاد البقالة نويت. وحشتك نورة كوكو رويت الحنة وحنيت شربت ما زمزم تمنيت من الله يرزقني الصحة وعمارة البيت. ربي يسقك الصحة إن شاء الله وعمارة البيت دائما يا رب العالمين ربي يحبك نورة. إلى هذا الحد نكون كملت معاكم البقالات. نتمنى لكم سهرة ممتعة بلا ما تنساو الاشتراك والتدعيم في القناة كالعادة تعدين سيس شروق شيرين معاكم مع هذه القعده الزينه والسهره الزينه. تمنيت لو كان وصلتها ولكن الوقت ما يسمحش معليش. المهم الخطره الجايه ان شاء الله نوعدكم ان نكمل الاسماوات اللي باقيين ولا نديرها لكم بشهور ان شاء الله الى غايه ما رمضان يكمل. نتمنى لكم سهره ممتعه الى الملتقى الجاي ان شاء الله. بيزو بسلامه البنات.